اعزائي مشاهدي الرائد محمد رشدي معاهم باحث مركز القسم. اول ما جالكم البلاغ وانتقلت هنا يا فندم، هو بقى في الوقت ده كان فعلا وسلم نفسه ولا ده كان بلاغ؟ لان ممكن القضيه اول ما تسمعت في المنطقه كلها قبل ما يسلم نفسه كمان. لا هو جه يسلم نفسه. البيت كله بيت عيله، مش ايجار بقى، مش ايجار بقى كده. والدته قاعده هنا واخواته موجودين. جه بلغ قال انا موت بنتي، استكمال لكلام عمرو بيه. انا كان موت مراتي وبنتي كانت موجوده معايا، والحمد لله ان انا ما كنت ممكن اتطاول كمان واموتها يعني بنتي. كمان الرحمه كانت منتهيه خالص. موت مراته، جه قال انا طعنتها كذا طعنه في رقبتها، كل ما بتقوم في بطنها في رقبتها لحد ما انهيت عليها خالص. مبرر يا فندم اللي قالوه لك ايه؟ هو نفس المبررات برضو. بتفشي اسرار الزوجيه بره، ضغط عليا من ناس خارجين عشان اتنازل عن قضايا كان عاملها لاخواتها. تمام. بيروح الكنيسه بيلاقي ابونا يكلمه مش عارف مين يكلمه، فحس ان هو يعني جوه تحت ضغط. تمام. كل اسراره بره. فقرر بقى ان هو يعني لازم انتقم منها. كنت بتكلمه يا فندم، شاف ان هو عقليا سليم بيتكلم وهو دارب اللي بيقوله ولا في حاله من الغيبان الوحيد؟ هو واخد قراره ان هو خلاص. قرار ان هو مثلا يعني جه بالصدفه في خناقه؟ لا هو واخد قرار ان هو خلاص لازم ينتهي منها يقتلها وهيجي يسلم نفسه. اسلام بيه، ودي برضه من القضايا الغريبه شويه، ان العلاقه المفروض بتسوتها اي زوج وزوجه بتبقى علاقه موده ورحمه، لكن هل ممكن المشاكل يعني الزوجه سواء كان اعرف ان هي كانت مؤهل عالي وهو مؤهل متوسط، عارف ان هي يمكن بتعايره انه كل شويه انا شغال في مطعم وهي شغاله مدرسه، دي ممكن تكون اسباب تؤدي ان الزوج ممكن يفقد سيطرته ويقتل مراته؟ هي اكيد فضلت تعايره بالموضوع ده كتير بفرق المؤهل، وان هو عاجز عن سداد مصاريف البيت، وان دايما اسرار البيت كلها مع الناس بره. تمام. فتحط تحت ضغط نفسي فعمل الجريمه. يا احمد، دي برضه ستك كمعاون مباحث المركز القسم، يعني معايره واختلافات في حين الشقه في الدور الخامس، ويقال ان هي اشتروا شقه في ابو هلال لكن هي كان عايزه تنتقل، هو قال لك لا ما تسيبش امي، يعني برضه تدخل الاسره ممكن يؤدي ان الزوج والعلاقه الزوجيه تنتهي بالفشل. عمر ما كان في مبرر للجريمه مهما كان، مهما وصل ليه عمر ما كان في مبرر للجريمه. لكن طبعا احنا نقول ان في ضغوطات عليه، نقول ان في ضغط نفسي عليه، موضوع المعايره، موضوع ان هي بتعرف ان هو شغال في مطعم وهي مؤهل اعلى، موضوع تقصيره المادي في البيت، مواضيع كتيره جدا هي مجرد ضغط نفسي لكن ما توديش للجريمه، والجريمه ما بتكونش بالقوه دي. ده هو واخد قراره فعلا وادى بالقتل واعترف بالكلام ده كله. تمام. المقدمه.